السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا ومحستكم حياة المونديال مع قناتكم الحياة تي في. اليوم راحة بالنسبة للمباريات، ما فيش مباريات ولكن احنا بقينا معكم. لماذا؟ لأنه الحصة أكيد هناك صور، هناك تصريحات تأتينا من الدوحة، وبالتالي لابد أن نبقى معكم ونحلل اللقاءات اللي جاية والمونديال بصفة عامة وبعض التصريحات وكذلك الكواليس من هنا وهناك، دائما اكيد بحضور زميلي رضا عباس. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا مراد، واهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام وبضيوفك الكرام. شكرا رضا. حسين جناد مساء الخير. مساء النور مراد، اهلا وسهلا، تحيه لك للحضور ولمشاهدي قناه الحياه، خاصه لمشاهدي قناه الحياه. محمود قندوز مساء الخير. مساء الخير يوسف يونس افتسان، عفوا نكور انفوا يونس افتسان مساء الخير واهلا وسهلا بك. مساء الخير مراد، اخواني اخواتي المشاهدين قناه الحياه مساء الخير. مساء النور، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه. الحضور اوفياء لمده تقريبا شهر اليوم، اليوم غد نفس الشيء، ما فيش مباراه ولكن نكونوا حاضرين معكم ان شاء الله. بينما يوم السبت المقابله الترتيبيه بين المنتخب المغربي وكرواتيا، ويوم الحد الساعة الرابعة راح تكون بتوقيت الجزائر. اليوم الحد اللقاء النهائي والمباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين في نفس التوقيت على الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر، ولكن الحصة تبقى مباشرة على الساعة 10 مساء. ككل حصة نبدأ بصورة اليوم. بالنسبة لصورة اليوم، أكيد كنا عشنا اللقاء يوم أمس بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، كانت بعض الاحتجاجات من هنا وهناك رضا خاصة بالتحكيم، وهذه ربما راح يعطينا أكثر تفاصيل حسين عن المباراة في حد ذاتها والتحكيم والحاكم المكسيكي. نعم، سيزار أرتيرو راموس. قبل ما نمشي للتفاصيل، الجامعة المغربية تحتج على الحاكم المكسيكي الاحتجاج رسمي. لماذا؟ لأنه بعثت رسالة الجامعة المغربية، بعثت رسالة للفيفا تحتج على الضربتي جزاء، يقولوا دان الحاكم ضربتي جزاء. هذا بالنسبة للاحتجاج. الحاكم اللي راك تشوف فيه حسين هو المكسيكي اللي كان نعم، هذه اللقطة تاع ضربة الجزاء اللي يحتجوا عليها، يعني كنشوف ضربة الجزاء. قبل ما نعطيكم الكلمة، أكيد أنه فيه الكومينيكي اللي هو البيان، نشير يعني بعض الشيء اللي قالوه في البيان. يقول لك الجامعة المغربية تحتج اتجاه الفيفا على قرار الحكم المكسيكي لعدم احتساب ضربتي جزاء لصالح المغرب. تضمنت الرسالة الحالات التحكيمية بشهادة المختصين وعدم تنبيه غرفة الفار. أكدوا على هذه، هما الرسالة دعموها بالمختصين، شاف شكون المختصين، بشك يكونوا حكام قدماء ولا ما يهمش، المهم مختصين وخبراء، يقدروا يكونوا مراد وكالة، هذيك الوكالة اللي نعم، معتمدة من قبل الفيفا، يقدروا يكونوا لجؤوا لها نعم، وشافوا كما نقولوا احنا الحالات التحكيمية اللي أثرت حسبهم على نتيجة المقابلة، خاصة وأنه حسبهم لم يحتسب ضربتي جزاء. ويزيدوا يأكدوا نقطة أخرى هي عدم الالتجاء الى ما التجؤوش للفار، يعني ما مشاوش للفار، ما كانش تنبيه من طرف الفار والا الحاكم مشى للفار. المجال مفتوح، تفضل حسين. شوف مراد، ليست المره الاولى التي يكون فيها احتجاج للفيفا على الحكم، حدث هذا في مقابله فرنسا تونس على الحكم كونجير، الحكم النيوزيلندي اللي كان رفض الحكم الهدف تاع غرينزمان. كانوا فرنسا ايضا داروا رساله للفيفا، وشفنا يعني في المده الاخيره كثره الاحتجاجات على قرارات الحكام، ومن بينها امس يعني الحكم راموس، الحكم المكسيكي اللي دار مقابله المغرب مع فرنسا. انا شفت يعني التصريح تاع اليوم يسمعوا لهم خبراء، يعني من بين اللي سمعتهم اليوم سمعت جمال الشريف الحكم السوري السابق، حكم سوري معروف يعني حكم كفاءة عالية، واللي سبق له وإن دار كأس العالم ثلاث مرات، دار ثلاثة يعني محلل
طبعا هو كمحلل وين يقول بان ضربه الجزاء كاينه ضربه كاينه ضربه كاينه ضربه الجزاء للمغرب ضربه صحيحه ضربه جزاء صحيحه مراد. احنا حتى امس يعني لما كنا نشوفه في المقابله على المباشر يعني في الاول ظهرت لنا باللي صح كاينه ضربه الجزاء ولكن احنا شويه اللي زاد يعني المعلق اللي كان يعلق على المقابله وهو معلق مغربي ما قالش بان كاين ضربه جزاء او فيها شك او يلزم اللجوء الفار ولكن كلام اللاعب المغربي وقال له يعني هذا تصرف غير لائق ولماذا تتدخل بهذه الطريقه واحنا منهزمين وقادره والحكم كان عطاه انذار وقال له يعني كان الحكم قادر يعني تكون البطاقه اكثر من هذا يعني الحكم المعلق اللي كان يعلق على المقابله كان حمل المسؤوليه للاعب المغربي. نعم. يعني ما قالش فيها شك فيها ضربه جزاء فيها هي كانت تبان يعني باللي اللقطه يعني فيها شك بان احتمال كاين ضربه جزاء. نعم. ولكن زيد شوف مراد لما نشوفوا الجامعه المغربيه لكره القدم يعني الاحتجاج اللي داروه في الوقت المناسب. هذه كنت راح تهضرني ولكن قلت خليني. نعم. بعد كيما العكس كيما عملنا احنا الاحتجاج هذاك ما درناش في الوقت المناسب وما بعثناش لجنه الانضباط ما بعثناش لجنه التحكيم. نعم. بعثناه لجنه الانضباط اللي ما عندهاش علاقه. نعم. ما عندها حتى علاقه بالتحكيم. نعم. يعني كيكونوا ناس البارح كنا نهضروا على الكفاءه مراد. نعم. كيكون عندك ناس عندها كفاءه تعرف خدمتها ثم يديروا الاجراءات نتاعهم وللاسف يعني هذا المونديال احنا دائما نتكلموا على اخطاء الحكام مراد. الحكام يغلطوا بزاف ولكن هذا المونديال يعني كان حتى تقنيه الفار وطوروا فيها يعني دخلت فيها تقنيه جديده اللي اول مره تستعمل ومع ذلك ما زالت الاحتجاجات. رانا شفنا اورساتو يعني الحكم الايطالي اللي دار مقابله تاع الارجنتين كرواتيا يعني ثاني واش صرا عليه يعني احتجاجات كبيره. شفنا قبله الحكم اللي دار يعني دار مقابله تاع الحكم الاسباني اللي دار مقابلة على الأرجنتين اللي مد 17 إنذار. نعم يعني كاين احتجاجات كبيرة على الحكام في هذا المونديال خاصة ما كانش يعني بالمقارنة ما من قبل يعني لا من قبل مراد لو نقولوا من قبل مثلا تقنية الفار دخلت كأس العالم في 2018 في 2014 مثلا ما كانش تقنية الفار هذه هي. تفضل رضا مراد ماذا تنتظر الاتحادية المغربية لكرة القدم من هذا الاحتجاج؟ ماذا تنتظر؟ اشكو راح يعاودوا الماتش؟ بارك الله فيك. اقصى ما يمكن فعله هو معاقبه الحكم. وكيفيه معاقبه الحكم هي لجنه التحكيم في الفيفا هي على بالها. حنا كما قلت مراد قبيله دوك في الصدد كنت تكلم مع جنان قلت حنا غلطنا. ما الحكم حنا مدينا تظلم للجنه التحكيم تاع الفيفا. حبينا نثبتوا لجنه التحكيم تاع الفيفا باللي هذا الحكم بالقرارات تاعو اثرت على نتيجه المقابله. اقصى ما يمكن فعله من قبل الفيفا هي معاقبه الحكم. ما راناش رايحين نعاودوا المقابله ولا راح نديروا ولا مراد. والاهم من كل هذا بارك الله فيك حسين كي تقول لازم الناس اكفاء ناس تعرف باسكو حنا رحنا في لا مانيبيولاسيون احنا رحنا في امور غير طبيعيه وكان بالجزائر برمتها ما عندناش ناس رشاد ناس يعرفوا القانون ولا احنا بدينا نحضروا اننا رحنا ديريكت مراد الى ما هو اصعب قصمة كورومبي. اعطيني الدليل بلي قصمة كورومبي ما عندنا حتى دليل. دونك احنا اقصى ما يمكن فعله ونديروا تظلم باسكو هي لمن شكون كيفاش نقدروا نعاودوا الماتش ولا ما نقدروش سي بارابور ا دي ديسيزيون من عند دي كوميسيون جيريديكسيونيل بلا فيفا اللي نقدروا ندوا حقنا لجنه الانضباط لجنه الطعون ما عطاولناش. نكمل برك نكمل لك باش ما عطاولناش هذوك نروحوا للطاس. بصح هذه لجنه التحكيم هي لجنه دائمه في الفيفا مراد تقول لك ايه ولا غير عندك الحق ولا ايه ولا ما عندكش الحق. دونك مراد اليوم كاين غضب كبير على التحكيم في المونديال. نعم. كاين نجوم بالاضافه واش كان يقول حسين نجوم عالميين انتقدوا بشده التحكيم في الـ في الـ في الـ في, الـ في المونديال. منهم حاجه قبل ما نكمل برك منهم ميسي بدعها في المباراه تاع الدور ربع النهائي
منها دي ماريا، من هذوك اخرهم مودريتش. مودريتش ينتقد علنية التحكيم، وبالتالي واليوم الطامه الكبرى وقدرت تفضى فيديرو مورال التعيين تاع الحكم البولوني اللي راح يدير نهائي المونديال. سبقش الاحداث. انا راني نقول لك تسمى هذه كارثه الكوارث. انا جاي حسين مش عارف باش نمشيو للتقنيه. خلينا الرسميات مراد، ودخلنا في العموميات، ودخلنا في احنا 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 ما انا احنا كي الملف خلاص غلق. احنا غلقنا الملف خلاص. هذا الملف علاش انا حبيت نقول لك لا داعي باش نعاودوا نقولوا. احنا اليوم كنا نهضروا نتكلموا على الكفاءه والدروس اللي لازم ندوهم من هذا الشيء. هذا ما كان يونس افتيسان ومحمود قندوز. مانيش راح نقول لكم اذا كان فيه ضرب الجزاء لا لا، هذا ماهوش من حقي باش هكا نطرح هذا السؤال، ولكن انتم ان سيرت مومون كي شفتوا بعض اللقطات من بين اللقطات من بينهم هذا لا كيفاش شكيتوا ما شكيتوش مانيش عارف الصوره، لانه ما راكمش انتم الحكام ما راكمش في الميدان، ولكن كيفاش تشوفوا يعني بعد هذا الاحتجاج اكيد لازم تعطيونا رايكم. تفضل يا يونس. احتجاج نظن سانافونساريان المنتخب المغربي سي بلوس كيما نقولوا حنايا باش يبين لوبينيون انترناسيونال بلي المنتخب المغربي دار مباراه في المستوى، لو ما كانش كان حكم احسن كنا ممكن نجوزوا، ولكن الاحتجاج هذا في حقهم هما. وليت ضربه الجزاء مراد، انا حنا في لما كنا نشوفوا في المباراه ما بانتش ضربه الجزاء، ما بانتش ضربه الجزاء. علاه ما بانتش ضربه الجزاء؟ باسكو الكره لعبها الاول لعبها ارنانديز. لا شيخ حاجه كبيره انت شيخ. لعبها ارنانديز لما الكره خرجت من عند ارنانديز اللاعب الحق ارنانديز، دونك تولي الشك ما فيهاش ضربه جزاء. مانيش اختصاصي ولكن نظره تاع مدرب اللي شفنا الصوره وعاودنا لا ريبيتيسيون. ما نولي لك للفار مراد. الفار لو الحاكم الفار شاف لا ريبيتيسيون عاودها، باسكو كيما نشوفوها احنا عاودوها لنا دو فوا ولا تروا فوا، الفار اونترتون راهو يشوف فيها. لو شاف باللي كاينه هو اللي يتصل بالحاكم، الحاكم يروح يحقق. لما شاف الفار باللي ما كانش ضربه الجزاء علم الحاكم فلوريات هو يخدم او يكمل في المباراه وما كمل المباراه. محمود قندوس. والله انا نوافق يونس، الكره كانت عند اللاعب الفرنسي ديفونسور، وانا نقول اكثر منها تبرير، لان تعرف كانوا اخطاء ضد الفريق المغربي في المباراه الاولى. انا نتذكر مع الكندا كانت عند ضربه جزاء تاع الكندا، ولكن ما دارش هذا الحس هذا. يعني الاخطاء راح يكونوا، ومن الاول كنا يعني قلنا يعني على الدور تاع الفار يعني كان بريمو في المستوى، يعني الحاكم اللي ما صفرش هذه يعني وما راحش للفار الا كان متاكد ان ما فيش خطا. والفار ما اتصلش به. نعم. حاجه الفار ما يتصلش لما الحكم يكون قريب للقطه. ايوه لو كان يكون بعيد. حسين سامحني. الفار يتصل بالحكم. لا الفار يتصل بالحكم لما تكون لا ريبيتيسيون. علاش داروا لا ريبيتيسيون؟ علاش داروا الفار؟ لما تكون هما يتصلوا به ويقولوا له كاين ولا ما كاش. بصح لو ديرني مول ويروفيان. طيب. خلاص مادام الكلمه الاخيره تولي ليه لما يكون قريب للقطار وخذ القرار. نعطيك مثال المقابله تاع الارجنتين كرواتيا، من بعد كي تعاودت اللقطه ضربه الجزاء ما كانش اللي مدها للارجنتين، لان اللاعب هو اللي اصطدم بالحارس ماشي الحارس اللي اصطدم باللاعب. ولكن لماذا الفار ما عيطوش للحكم؟ لان الحكم كان فوق النقطه تاع ضربه الجزاء، ثم غير سقط اللاعب قال له هنا صفرها وقال له كان قريب صفرها قريب كان قريب من اللقطه. اذا الفار ما كان له يعيط له، يعيط له كيكون بعيد على اللقطه ربما، ولكن اذا كانت المسافه بين الحكم وين ارتكبت المخالفه كانت المسافه قريبه الحكم ياخذ القرار تاعو بلا ما يولي للفار. ما عندناش الصوره، لو كان عندنا الصوره تشوف الحكم اللي كان قريب للمنطقه يعيطوا له في الفار يقول له بوسيبيليتي كان قريب للمنطقه الحكم كان قريب اللي تي بلي بري دي جومال. لا يقول له بوسيبيليتي ويقول له الفار يقول بوسيبيليتي دو بينالتي. ايه باسكو هو واش كاين لقطه صارت في هذا المونديال كاين حكم هو اتصل بالفار. ما نتذكرش مليح اللقطه على ما اعتقد كرواتيا البرازيل هكذا لعبوا. كانت اللقطه قاست يد الحكم ويد اللاعب الكرواتي والحكم اتصل بالفار والفار ما ردوش عليه.
ما ردوش عليه الفار في الملعب. كانت اون اكسيون يعني في ان كورنر وين ديفونسور دخل هذيك اللي تي بلو كلير على الاوروغواي شفتها ماتش على الاوروغواي هذيك اللي تي بلو كلير على هذا بارك الله فيك. مام واش هو يقول الشيخ واش هو يقول الشيوخ تاعنا هذو الاختصاصيين هضروا البارح واليوم هذو كاع اختصاصيين كبار في التحكيم قالوا كاين ماشي كاين جمال شريف وكاين لوتر بارتي اللي راهم يقولوا باللي ما مدش ضربة جزاء لانه الكرة كانت عند تيو ايرنانديز تيو ايرنانديز دار شغل كلي شغل حبسها وراحت له رجله فهمت ماشي الجوار جاي بها هكذا فاصو بيت دونك فهذا اللي فلاكو دونك ايرنانديز ما قاش لو جوار ايرنانديز لعب بالكرة لعب الكرة رجله تقاس فلاكو مقابلة غانا مقابلة غانا للاوروغواي صرا نفس الشيء نفس الشيء والحاكم مشى للفار وشافوا ما عمدش ضرب الجزاء في النهاية واش داروا فصلوه خلاص كاين الفيفا أكدت باللي كاين ضربة الجزاء والحاكم رغم أن الفار عيطوله ومشى وشاف وقال ما كاش ضرب الجزاء وهدف اللي كان أثر على التأهل تاع المنتخب كاين بعض الأوروغوايين مراد في إحدى مباريات تاعهم والله ما نتذكرش بقى المباراة الأوروغواي غانا لا وين خسروا خسروا لا قال لك باللي في سيرتان مومون الفار ما كاش يمشي لافار لافار ما كاش يمشي مراد واحد التصريح تاع واحد الجوار والله غير راني نسيت برك قال لك لافار ما كاش تمشي ايوا ممكن توقع هذه خلال التقني الحكم ما بقاش هكذاك مكفوف العيدي ففي في الانستغرام الحكم المكسيكي يقول لك نشوف مش عارف اذا كان فيه الكري اللقطه لم يكن فيها ظلم هاليك هنايا اللقطه يعني راه يقول باللي ما ظلمت حتى واحد واللقطه ما كانش فيها ضربة جزاء هضر هو مراد انا معاولك هاك ما راك تشوف له ابك سي اول مره باسكو عندهم دروا دي ريزيرف مراد دروا دي ريزيرف ولكن هذا ابك دروا دي ريزيرف سير ساباج هو حكم مميز في هذا المونديال مراد على بالك دار اربع مقابلات في هذا في هذا ما قال والو ولا قال حل ولكن قال اللقطه لم تكن فيها يعني لم يكن فيها ظلم وهذه فهمتوا يا جماعه ما قال حتى حاجه قال باللي اللقطه ما فيهاش هذا ما كان عندهم واجب التحفظ المغربي المقابله اللي ربحوها مع بلجيكا نفس الحكم هذا هو اللي دارهم هذا هو اي هذا هو ودار الدنمارك مع تونس ايضا ودار البرتغال سويسرا المقابله تاع 6-1 دار اربع مقابلات هو اللي نعم اربع مقابلات كان مليح من قبل كان مليح المقابلات هو من التحكيم في المونديال هذا يعني بصراحه يعني لاباس كوريك دون لونسوم هذه اللي قلت لك قبيل حسين دون صوم التحكيم كان كوركت يعني دونك كاين بعض الحالات وانت قلت هذا جا هنا في البلاطو قلت باللي التحكيم انا البارح شفته باستثناء هذه اللقطه ربما اللي يهضروا عليها كان تحكيم كان تحكيم يعني ما فيه لا الحياز لا والو كان تحكيم لاباس نبقى دائما نبقاو في التحكيم يا جماعه تعيين البولوني في النهائي كيفاش هنايا حسين تشوف هنا لازم فيها هضره واش نوريضا انا حسين هو الاختصاصي بصح انا نيابه على حلاتي نيابه ماشي اختصاصي نعرف شويه في التحكيم هذا اختصاصي على يا اخي واش رايك في التعيين اصبر نكونوا ديجا عطينا مارسينياك نعم الحكم مارسينياك نعم مارسينياك سيمون مارسينياك نعم شوف هذا الحكم هذا ديجا هو في ما قبل مراد ودار فرنسا ودار الارجنتين فرنسا دارهم مع الدنمارك وربحوا 2-1 في هذا المونديال والارجنتين استرالي دارهم مع استراليا ايضا ربحوا 2-1 ولكن التعيين تاع هذا الحكم في النهائي فيها وعليها مراد هذا الحكم هو اللي دار الجزائر قطر نصف نهائي لاكوب عرب كما ربحنا الدواء وزاد شوف ايه ولي زاد في اللي زاد في الدقائق اللي كان يطبق التعليمات اللي راهم يطبقوا دركا أيوة في طبقها هو ذاك الوقت ونزيد لك كوبارا. ونزيد لك في كوبارا ويشبه الكولين هذا ونزيد لك في كوبارا ما داش غير الجزائر قطر دار الجزائر لبنان الماتش اللي فزنا فيه 2-0 ايضا هو اللي دارنا في المقابله نعم ودار ايضا قطر البحرين وين فازت قطر ثاني بهدف مقابل صفر لا بس به ولا حسين اسمح لي شوف هو ماشي ندخل روحي انا كاع في التحكيم لا لاني نقول لك في التحكيم ماشيش ندخل روحي احنا ما ندخلش روحك حقائق قال خاك باللي كفور عليه هذا صح قال فيه وعليه هو ما فهمش انا فيه وعليه لا هذا شوف محمود هذه صارت مشكله في المقابله تاع الجزائر الجزائر قطر
وكان قيل بانه هدد بانه لما يمشي لبلاده راح يحكي اسرار، واش كان راح يقول ما ناش عارفين، لان المقابله كما كان يقول رضا استمرت زاد 19 دقيقه يعني. وهذاك هذيك تعليمات اللي راهم يديروا فيها دركا فيفا. ايوا هذا دونك هذا واش صافي على لو طون لو طون ريال دو جو. فوالا فوالا طبق غير في ديك المقابله. لا لا 19 دقيقة. لا لا ما في فيفا معلومات باش تدقوها اليوم. يقول مي هادوما لو طون ريال دو جو. المهم المهم هو ديجا كان حكم ايضا في المونديال 2018 كان دار روسيا في روسيا. نعم كان دار الارجنتين ايسلندا وحده وحده، دار زوج مقابلات ودار المانيا السويد. المقابله اللي انتهت 2-2 وكان المقابله الاولى هذيك اللي دارها تاع الارجنتين مع ايسلندا ما مد حتى انذار، مقابله يعني 90 دقيقه ما مد حتى انذار. ولكن المقابله الثانيه اللي دارها بين المانيا والسويد اللي انتهت 2-1 لصالح الالمان هو اللي كان خرج بواتينغ بالحمراء، طاح زوج انذارات وخرجوا بالحمراء. وفي حسين حسين علاش خيروه هو؟ هنا المشكل. هنا اسكو إل رومبلي لي كريتير؟ هذا هو السؤال. انا ما نشوفش، انا ما نشوفش هكذاك، انا ما نشوفش. هذا هو السؤال. شوف شوف، لانه انا كنت تحدثت على الحاكم البرازيلي مثلا، حاكم البرازيلي سامبايو اللي قلت هو اللي ممكن يدير لا فينال. زيد لك حتى هذاك الحاكم البرازيلي هو اللي دار الجزائر المغرب في قطر، المقابله اللي سجل بليلي من وسط الميدان. هذاك هذا البرازيلي هو اللي دار هذيك المقابله. ايه انا شوف بلي واحد كيما ويلتون هذاك سامبايو دار اربع مقابلات في هذا المونديال، بينما لو تجي تشوف هذا البولوني دار زوج، دار زوج مباريات فقط، دار زوج ومن بعد يعطوه النهائي. على ذيك احنا كنا يعني قلنا بانه هو ما دام من قاره اوروبا وفرنسا يعني من نفس القاره والارجنتين خارج، من المفروض يكون كاين حكم يعني حيادي. هاي نعاونك حسين قبل باش نعاونك. معليش معليش انا سخسيت وجبت معلومه معايير اختيار حكم صح النهائي. نجاح الحكم في اداره مباريات البطوله اللي راهو فيها دركا. اثنين، حياد الحكم لا ينتمي الى اي قاره. طبعا لا حياد الحكم لا ينتمي الى اي قاره اللي راح ينشطوا فيها النهائي. النهائي طبعا تصرفه خلال ادارته للمقابلات المعنيه هذه تاع اللي قلت لي عليهم لي دو ماتش فرنسا دنمارك. فرنسا ربحوا 2-1 والارجنتين استراليا 2-1. عمليه التدور عباك التدور طبعا ومن بعد سانكيام اللي تبقى مبهمه سي لو شوا تاع لا فيفا. تقدر زعما يخرج لك ان اربيت كيما هذا لاسباب يعلمها الا القائمين على انا نزل لك على الفيفا. هادو هما دي سان كريتير. انا نروح لك، انا نروح لك الابعد من هذا. يعني مازال الايام وربما تكشف امور، لانه هو في ذاك الوقت في كاس العرب السنه الماضيه كان قيل بانه هدد وبانه تلقى وعود باللي يصمت وراح تكون عنده يعني راح يكرموه مستقبلا. فهمت فهمني يعني ما يقول والو، هو كان هدد بانه يروح لبلاده ويكشف امور. ما حدث في مونديال روسيا؟ لا ما حدث في كاس العرب. كاس العرب كاس العرب في قطر. ايه؟ هو كان هدد بانه لما يروح يكشف امور. في رايك سكتوه وعطاو له؟ ممكن جدا، كل الاحتمالات وارده. محمود ما يامنش بها. هو من بولونيا كيفاش؟ حبيت نسال يعني مثلا مثلا يعني لو تلعب مثلا الارجنتين وفرنسا لو يعينوا حاكم من فرنسا هل تتصور انه راح يميل؟ لو نقول ممكن يقدر يميل. شوف حتى ما يميلش محمود، حتى ولو ما يميلش كاين شروط تندار قبل التعيين. لا لا سيبوزون محمود محمود كاين شروط دايرتها الفيفا قبل التعيين. قبل التعيين راه يقول لك لا كانوا زوج من المنتخبات حياد الحاكم، الحاكم يكون حياد ما يكونش في قاره ينتمي لها احد المنتخبين. حسين راك تهضر هضرات راك حضرت لي حضرت في هذو انا خير خلاني. انا بالنسبه لي هضرت لي على قصامة قلت لي داوه باش يسكتوه، واليوم راك قلت لي بلي الحاكم هذا باسكو يسكتوه. اسمع اسمع والشرع دونك انت في ميزانك ما قالكش الداوه، قال لك ممكن يحتمل يحتمل. ايه ما كاش وعطى احتمالات فرضيات، ما قالكش حاجه رسميه، ما عطانيش حاجه رسميه. ممكن هذا هو بما انه هو صراحه ما نروحوش بعيد. مونديال 1982 العالم كامل شاف باللي المانيا والنمسا تامروا على الجزائر. العالم كامل تميز الفيفا ما شافتهاش؟ شفتها خلاص. واش داروا؟
نزيد لك حاجه محمود تتعقل مليح، مونديال 1978 اللي داتو الارجنتين هل كان مونديال عادي؟ 78 ما تثبتوش في المقابلة تاع البيرو الارجنتين. التم كان انقلاب عسكري تذكر تذكر هذيك الامور، احنا كان كل شيء من الارجنتين يعني ولكن نقول اليوم الاخطاء اليوم اللي قصات الفرق واللي خلات الفرق راحوا فينال سي لي فوت تكنيك مش الحكم. شكرا يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. كان هذا اذا الجزء الاول كان القصه الكبير بالنسبه للتحكيم اكيد. لماذا؟ لانه احنا بحاجه الى ثقافه رياضيه ومن منها اكيد التحكيم. ابقوا معنا بعد الفاصل. كان هذا إذن الجزء الأول، ننتقل للجزء الثاني ونمر مباشرة للركن الأول في الجزء الثاني اللي هو تصريحات اليوم. تصريحات اليوم تخلينا نروح مباشرة للركراكي اللي بعد خلاص الإقصاء ورايحين يلعبوا المقابلة الترتيبية. أكيد كانت فيه ندوة صحفية رضا، أكيد الصحافة سألته على الإقصاء هذا وسألته على المستقبل القريب سواء فيما يخص اللقاء الترتيبي أو المقابلة الترتيبية أو حتى المستقبل القريب. نتابع هذا التصريح للركراكي. ما forcément et puis on s'est encore plus mis de pression déjà qu'on était souvent des favoris mais là avec la demi-finale on est obligatoirement obligé de pas se cacher, et puis on va pas se cacher. Maintenant, voilà, il y a d'autres critères. L'Afrique, c'est différent. On va être attendu, mais on a un an pour se préparer. Déjà, je pense qu'on va mettre un peu de temps pour digérer cette compétition. Heureusement que le prochain rassemblement, c'est en mars. Mais je l'ai dit la dernière fois, moi, sur mon contrat, je me cache pas, je suis ambitieux. J'ai dit que si on faisait pas minimum demi-finale, eh ben je partirai. Et c'est comme ça qu'il faudra faire. Mais ouais, on va y aller pour la gagner. Mais attention, il y a des clients en Afrique aujourd'hui. Ça a progressé. Quand on voit les absents à la Coupe du Monde, que ce soit la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Égypte, plus les 5 qui ont participé, plus le Nigeria. Voilà, il y a au moins 10 équipes qui vont postuler à cette coupe, à cette CAN. إذن هذا تصريح شوف يعترف أولاً يعترف ويعني اليوم طمع بالنسبة لكأس العالم وكان يأكد على أنه يمشي الدور على الأقل دور ثنائي وفعلاً مشى دور ثنائي. ما بالنسبة لكأس إفريقيا الأمر يختلف نوعاً ما، يعني يقول لك ماهوش ماناش وحدنا حتى ولو لحقنا لهذا الدور في منتخبات ومن بينها الجزائر محمود. والله تعرف مراد الرجل هذا يعني نقول لك مش مفاجأة يعني ممكن بالمباراة الأولى الثانية ممكن ولكن الوصول يعني نصف نهائي. ولكن أنا نشوف شيء ثاني هو الكلام اللي تكلم عليه قبل المباراة تاع فرنسا. يعني تشوف أن إنسان يعني مركز، إنسان يعني هادي، إنسان يعني رغم أنه راح دومي فينال دو لا كوب دي موند مش الكأس العرب، دومي فينال دو لا كوب دي موند إلى انفيتي لي ماروكا ا فونير اسيستي ا لا فيت قبل المباراة. ما قالهمش أربحوا باش نربحوا، نو اسيستي الله فات وبعثت ميساج لي ماروكان اللي راهم لك في باري واللي راهم لك يدير يخربوا. قال لهم سوا يديني، قال لهم هذا سوني كان سبور. يعني انا بصراحه يعني لي جوجي بمرور الوقت حسيت بان يعني مدرب من طينه الكبار بصراحه. يعني يونس اليوم استعرف يونس افتيسان ذكر الجزائر كيفاش تشوف يعني في شوف في وقت كيما هذا يعني المونديال والدور النصف النهائي وكذا وتكلم على الجزائر. الجزائر بلد كبيره، الجزائر فازت بكاس افريقيا، الجزائر تاهلت عدة مرات لكاس العالم، سي تو تافي نورمال. بصح هو هضر على الجزائر لما تكلم على كاس افريقيا. ولكن اليوم حتى لازم نتكلموا على المغرب. المغرب انا نظن كنا تكلمنا من البدايه قلنا لو المنتخب المغربي يكمل بهذا الروح ويكمل بهذا العزيمه وهذا الصرامه والانضباط التكتيكي راح يمشي بعيد في هذا الكاس العالم. وشفناه اليوم المنتخب المغربي انا نظن راح له البارح الفوز، راح له التاهل لو نشوفوا كل الفرص اللي كانوا عنده، لو نشوفوا بليتو ليفوليسيون دو جو تاع الشوط الثاني،
لو يشوفوا كل السيتياسيون دو جو اللي وصلوا له اللي وصل بهم للمرمى كان قادر يسجل اكثر من هدف. كانوا غلطات في الدفاع وين المنتخب الفرنسي الى بروفيتي دي زوكازيون. انا نظن هذا رايي شخصي، انا نظن المنتخب المغربي خصوه بعض من اللاعبين اللي عندهم الخبره وعندهم تجربه في هذه الدوره. نعم. باغ اكزومبل فلاتاك مخصوص، فلاتاك مخصوص في نيفو اتاك دو بوينت ناصيري ان اليمون لي جيب ان بو بلوس او نيفو دو ميليو تيرا، عنده ان ميليو تيرا اكسيلون، ولكن الغلطه تاع الدفاع ونشوفوا الدفاع تاعو اللي ممكن ما كانش في المستوى باش يجوز دور نصف النهائي. رضا كمل هذا باش، لانه على ذكر كاس افريقيا راح نتكلم على الملف نتاع الجزائر اليوم على بالك يوم غد يكون الترشح لو 16 ديسمبر اخر اجل لايداع ملفات الترشح. اليوم رانا لو 15 اليوم ممثل الاتحاديه راه مشى لمصر هكذا. خلي درك نتكلموا على بما انه راك تتكلم على كاس افريقيا، درك نتكلموا على الجزائر. تفضل مراد. لا سمحت لي برك مراد، اليوم الركراكي حط يده في الجرح. مراد كيما احنا مراد تشوف ليكيب ناسيونال تاعنا كيفاش تلعب في المباريات الوديه مع الانديه مع المنتخبات الاوروبيه، وكيما شفناهم في لاكوب اراب وشفناهم كذا، ومن بعد نروحوا نحطوا لافريك سي با لا ميم شوز. المنتخب المغربي وخايف ثاني مراد اليوم راك شفت المنتخب المغربي بالقوه تاعو بالامكانيات اللي اظهرها مع كيما نقولوا احنا في كاس العالم، بصح يختلف تماما ما يجري في افريقيا، الملاعب، الظروف، التحكيم، اكسيتيرا اكسيتيرا. وزاد قال مراد باللي دركا سي ليكيب اباط، الناس كل المنتخبات اللي تحب تلعب مع المغرب تحاول انها تفوز عليها باسكو المغرب وصلت للديمي فينال كما صارت الجزائر. بارك الله فيك كما دار الاخر. وزاد حاجه مراد البليز امبورتون سيك رقعه المنافسه على اللقب الافريقي زاد كبرت مراد. قال الكوت ديفوار، ليجيبت، نيجيريا، غانا، كامرون، سينيغال، كل هذا الجزائر. خلينا الجزائر، احنا نهضروا على الجزائر دونك تسمى المهمه. نعم. في 2024 راح تكون صعبه. الملف مراد اش الحمد لله مراد، ها هنا بعثنا الملف. خليني نعطيك الملف. انت تعطيني ولا انا نعطي لك وانت زيد عني. ها تفضل. تفضل. انا من بعد قلت لي شكون يعطي لك شكون يعطي لك انت اخويا روح تفضل. تعرف انه بما انه راك تتكلم على كاس افريقيا، نذكر المشاهدين الكرام انه الجزائر تطلب باش تحتضن كاس افريقيا 2025 هكذا. 2024 راح في جامبي راح تكون في كوت ديفوار، ومن بعد 25 راح تكون جونفي 2024 24 قلت لك و25 الجزائر راهي رايحه توضع الملف. اليوم مشى مكلف الاعلام عبود صالح محمد صالح راه بمصر باش يوضع الملف. انت تعرف رضا الملف واش فيه؟ كاين ملف فيه وثائق رسميه تريبيا سي نورمال اللي تبين البلد هذا اللي هو الجزائر هذه الوثائق، وكاين استمارات 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 اللي بيان سور تعمر هذيك الاستماره واش فيها بيان سور تعطي كل التفاصيل كل ما كبيره وصغيره فيما يخص اولا المدن تاعنا، الملاعب شحال من الملاعب اللي عندك واللي جاهزه، بس تقدر تكون جاهزه تقدر تكون في طريق يعني الانجاز بنسبه مئويه قريبه باش نتفاهموا. دونك حنا الملف اللي داه بوت اولا عمر الوثائق، عطاو الوثائق عمرها الاستماره، المدن الله يبارك، المرافق والحمد لله فيه اراده سياسيه قلنا المركبات راهي تنجز. رانا عشنا في وهران واليوم رانا رايحين نعيشوا في 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 في, في برقي ثم دويره تيزي وزو قسنطينه والنبا اتسترا. اذا المرافق، البنيه التحتيه، القوانين، التنظيم، وخاصة رضا ضمانات الدولة. لما نقول ضمانات الدولة ضمانات رئيس الجمهورية، لأنه الهيئات الدولية هذه تطلب من الدولة كدولة وعلى رأسها الرئيس يضمن أنه البلد هذا طبقا لكل الشروط هذه يعني يقدر ينظم هذه الدورة. هذا الملف لما عبود ديبوزاه اليوم رايح بيان سور راح اش يكون؟ يشوفوا سي لي روسوفار من جهه لا فورم هكذايا، اذا يشوفوا لا فورم ويشوفوا بيان سور الشكل. من بعد واش يوقع؟
تكون لا بريزونطاسيون نتاع الملف هذا وملفات اخرى. هنا اللي تدخل المنافسه. ملفات اخرى من بينها البناء وكذلك النيجر يحبوا يديروا الكوب دافريك جملي. بين نيجيريا ونقول بين نيجيريا عفوا الكوب دافريك جملي. والمغرب هاني جايك. والمغرب هذا واش وقتاش راح يكون؟ هذا راح تكون لا كوميسيون اكزيكوتيف تاع لا كاف بيان سور لو كوميتي اكزيكوتيف لو 10 فيفري 2023. ما عندهم هي ما نطولوش رايحين يفصلوا ويعطيو النتيجه النهائيه. حنا باش نختم رضا حنا الشعار تاعنا اللي رحنا به فباش ننظموا هذا اول الامكانيات دركم توفره. لو كان كيما رجعنا تشفى نهار 2017 2015 كانت كارثه. كانوا الملاعب ما كانش ما كناش يعني ما كناش جاهزين. اليوم انا جاهزين هكذا. الشعار اللي مديناه هو واش يسموه الطبعه 35 بعد 35 سنه. هذه اللي راهي جايه سي الطبعه 35 هكذا رضا. وحنايا ما نظمناش كاس افريقيا منذ 35 سنه. اذا هذا هو الشعار اللي راح نبيع ان شاء الله يا رب نوفقه. تفضل رضا. مراد قبل ما دفعنا لو دوسي اللي راه دوكا عند صالح بيع عبود حنا درنا كل الاجراءات الاداريه بما فيها اننا اولا ابدينا الرغبه تاعنا اننا ننظم كاس امم افريقيا 2025 ومن بعد تلقينا الوثائق من عند الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. حنا عمرنا الاستماره وبعثنا بعثنا الصور تاع الملاعب تاعنا نكمل لك يمسح لنا نود المشاهد الثاني. لا راني جاي ليك راني جاي ليك نعطيك بالديطاي الممل بالديطاي الممل. مدينا احنا كيما نقولوا احنا عمرنا الاستماره وزدنا بعثنا هذيك الاستماره بار ايميل فيها هذيك الورقه تاع ضمان الدوله انها توفر كل الشروط الامنيه اكسيتيرا اكسيتيرا. اليوم صالح بن عبود ادى معاه الدوسي الى باش يحطوه في الامانه العامه تاع الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. اعطى هو كيما نقولوا احنا اعطى وصف شامل في هذيك الوثائق الاداريه قالها لك. شوف عندنا ملعب عنابه هاو ملعب عنابه هاو ديك لي زانكس تاوعو عندنا كذا. الحاجه الجديده اللي فيه لهذا الملف مراد هي ملعب تشاكر دخل في الملاعب اللي راح تدير كيما نقولوا احنا تحتضن المنافسه. اليوم من 5 جونفي حتى لو 15 ولا بلوس كاين انسبكسيون تجي لجنه الاخر وهي وراح تتزامن مراد كي يجيونا احنا تتزامن مع تنظيمنا للبطوله الافريقيه للمحليين. ولو 10 فيفري مراد راح يخرج القرار. اليوم مراد كما قلنا ذيك النهار كاين اراده سياسيه لتنظيم هذا الاخر رغم ان المنافسه مراد راح تكون صعيبه وصعيبه جدا لانه ما يكفيش الملف يكون شباب متفقين. كاين امور اخرى تتحكم في القرار النهائي تاع اعضاء اللجنه التنفيذيه. الاكيد ان المنافسه راح تكون شوب بين الجزائر المغرب نيجيريا مع البناء. بارك الله فيك. ولو شوف كوبي خدا 50% من الكلام تاعي هكذا شتو كتب عليك 50% من عندي ومن بعد زاد ضاف 50% باختصار شديد لانه تفضل. شوف مراد هو كاين كايت شارج اليوم الاستماره هذه ولا الوثائق اللي درناهم في الملف كاين كايت شارج اللي مدوه لنا دفتر شروط الكاف يقول لك هاي الشروط تاعنا باش تنظم كاس افريقيا. انني متاكد اليوم باللي الجزائر تتوفر على كل الامكانيات عندها كل الامكانيات باش تنظم كاس افريقيا للامم لاننا احنا ما تجيش مثلا الكابون في 2017 خير منا ولا جيرينيا الاستوائيه احسن منا. احنا الجزائر عندنا امكانيات عندنا ملاعب عندنا كل شيء يعني الافارقه يشوفوا الجزائر يشوفوا حاجه كبيره وفعلا حاجه كبيره. انا نظن بانه الاشكال الوحيد مراد كما قال رضا اليوم تبقى يعني داخل في الهيئه يعني في الكاف ما عندناش يعني اللي ربما يضربوا على الملف تاعنا هذا واش
كاين. اما الباقيه عندنا كل الامكانيات باش ننظموا كاس افريقيا وتكون في المستوى ان شاء الله. اضافه الى هذا ما تنساوش نظمنا العاب البحر المتوسط وكانت في المستوى من حيث التنظيم من حيث المشاركه من حيث ذا، ونظمنا كذلك كاس العرب نعم اقل من 19 سنه والمبارزه وكذا، رانا غير ننظموا دونك يعني راه بالك اللي قادر ينظم. كلمه بالنسبه للتنظيم يونس نتكلم على التنظيم منافسات يعني قاريه وعالميه او هو صحيح ان لازم يكون المشاءات ولازم، ولكن الشيء اللي حبيت انا نسيتي عليه انا نقول يعني سورتو ثقافه استقبال الاخر صراحه، يعني لان تنظيم منافسه كما هذه هو عنده ابعاد سياسيه سياحيه يعني ثقافيه، يعني ما ننساوش يعني في التسعين مثلا كنت حاضر في كاس افريقيا كانوا دو جروب يداتشفا صحيح، انا كنت اروح الملعب 5 جويليه يعني 5 جوي مملوء، ولكن في الملعب الثاني واحد مزه ما كان، حتى كان غير كالكو. وانا جانسيس على هذه فو امبليكي يعني الناس اللي عندهم خبره كيما راهم يديروا مثلا اليوم تشوف لي بريزيليا فلاكوباراب نعطيك مثال معليش معليش كوباراب تاع اقل من 17 سنه لا انت راه كاع معمرين انا عارف، ولكن انا صح عندك الحق لا حتى انا نقول لك استقبال يعني مش انا حبيت نقول لك يعني شوف مثلا قطر النجاح تاعهم هو التنظيم وعندهم ابعاد على هذه، ولكن برميتو راحوا برا ولكن مازال لي ستاد معمرين. انا حبيت محمود انا قبل ما يتكلم يونس يعطيه الصحه نقول لك باللي التنظيم تاع 90 الظروف تشفالها انت ولا ما تشفالهاش في 1990 كيفاش كانت الجزائر؟ الظروف كانت صعبه نعم ومع هذا نظمنا لا يعني تفضل يونس. لا نقول مراد بدل من يتكلم صراحه في الماضي ما كناش جاهزين ولا نولي ولا 2010 وطلع ما كناش 4 سنين 5 سنين ما كناش المنشآت ما كانتش جاهزه ما كانوش ملاعب اليوم تروح تطلب انت باش دير كما نقولوا اون اورغانيزاسيون كوب دافريك هنايا وانت ما عندكش منشآت ما عندك، دونك ان شاء الله اللي جايه مع المنشآت اللي كاين مع الملاعب اللي كاين وزيد لا نوفال جينيراسيون تاني هذه انا نظن في المستوى باش كما قال محمود خاصة كما نقولوا الملاعب تاعنا لما تروح انت تشوف ماتش دو فوتبول ما تشوفها ماتش دو فوتبول ان تيران فيت اونيكمون لي بارتيسيبون لي جوار، دونك حنا ماذا بينا حتى الجمهور يشارك والشعب الجزائري كما نقولوا يحب الكرة ويعشق في الكرة. مرض الله غير زيد هذا زيد باسكو اليوم عجبني بزاف شكيت انا غدوه انا نجيب باش نحل في الدار لا انا نجيب غدوه باسكو مراد لا شفيت مراد سورتو الاستقبال باسكو لوسبيتاليتي اي ثقافه مراد وزير الشباب والرياضه مراد دار نداء ديك النهار انت حضرت وحضر قال بلي لي سيبورتور حنا رانا مقبلين على تنظيم كاس امم افريقيا للمحليين ورانا مقبلين ايضا باش ان شاء الله نطلعوا 2025 لازم يكون الاستقبال بحفاوه ما نصفروش في النشيد الوطني تاع الناس لازم بالمفهوم العام تاعنا انا نهضر على روحي لازم نترباو باسكو كي نترباو نقدروا ننظموا اي تظاهره حتى تكون كاس العالم باسكو اليوم انا شفنا الملاعب ملعب عنابه مراد لا تسفين ملعب عنابه كان اوت كي الناس عولوا ولا تحفه بس خاصنا شويه ثقافه الاستقبال وثقافه معلش عندنا وقت باش نتكلموا على الموضوع هذا و هذاك في الحصه الاخرى في الحصه الاخرى نتكلموا ونروجوا وندافعوا حنا كجزائريين ماشي باش نتفاهموا هنا كلمه الوطنيه تاع الصح هكذا ندافعوا على الملف حتى ان شاء الله الجزائر تنظم هذه المنافسه يسير مراد حقنا خلاص متفقين هيا نبقى مع الموضوع اللي كنا فيه بعد التحكيم وبعد الركراكي فيما يخص كمدرب نستمع لديدي ديشان وكذلك إيغو أوريس. ديدي ديشان اللي من يتكلم واحد الصحفي طرح عليه سؤال وزاد جبد بنزيما درك نشوف الجواب ونشوف كذلك ونستمع لأوريس حارس المرمى. There was a report today that Karim Benzema could come back to Qatar. First of all, is it true? And second of all, if it is there any possibility that you'd be able to use him for a few minutes if you needed him? Thank you. Je préfère même pas vous répondre. I don't really want to answer that question.
Next question. I do apologize. Ouais, c'est une grande finale, il y a tout pour une grande finale et l'Argentine est une très grande équipe. Ils le montrent depuis un petit moment maintenant en enchaînant les trophées et ils ont montré au combien ils étaient compétitifs tout le long de cette compétition et en plus de ça, bien sûr, ils ont ce joueur qui a marqué l'histoire de notre sport. Mais je crois que de notre côté également, on a les arguments pour répondre et pour faire une grande finale. Donc. نبداو ببنزيما يونس ابتسام شوف شخصيه المدرب مدرب شخصيته اون بلان كونفيرونس واش قال لهم قالوا جو بريفير نو با ريبوند ما يدوس معاه ما هذا هو من غير هذا الجواب ما كاش جواب اخر بصح اليوم راهم فينال نورمالمون حتى جورناليست حتى يعرف كيفاش يسال اليوم هذا عنده فريق كون كما نقولوا منتخب اللي في 2021 نهزم في كاس اوروبا خرج من الباب الضيق الوقت قصير غير 17 لاعب مراد من 2018 ل 2022 18 لاعب اليوم لو نشوفوا التشكيله عنده اربع لاعبين اللي راهم اساسيين اللي كانوا في 2018 منهم ايغولوريس منهم فاران منهم غريزمان ومنهم جيرو هاد الاربع لاعبين والاخرين كاع سي دي نوفو جوار ولكن عرف كيفاش يسير بين لا جوناس اي ليكسبيريونس اليوم نشوفوا كون منتخب والمنتخب هذا وصل للنهائي نورمالمون لو جورناليست اي نا با لو دروا دو بوزي هاد لا كيستيون هادي محمود تفضل والله انا نوافق واش قال يونس ولكن كان واحد ليستوار نقولها لك صغيره يعني بيان سير ماذا بينا تفضل هذه في كاس العالم 98 باش نقول لك يعني من اي مدرسه خرج هذا كان ايمي جاكي تتذكر جورنال ليكيب دخلوا عليه باش يمبوزيو له ايوا كونت تروا جوار كونتونا هو كان عنده اون ايدي بصح ما كان ضد هذوك اللاعبين ولكن كان عنده اون ايدي على اللاعبين اللي يمشوا في الطريقه تاعو المهم انا نتذكر يعني كل مباراة يحبوا يريبوه مسكين. مراد كي دا كاس العالم. أول سؤال دخل فيسير كان الرئيس تاع الجمهورية كان. راحوا ليه قالوا ألور إيمي. قالوا له أسكو تسمح لهم هذاك لي جورناليست؟ قال لهم نو. قالوا له علاش؟ قال لهم لو كان خسرت نبدل البلد. قالها يعني. قال لهم ضغط كبير. ما سمح لهمش. يعني هادو مدربين ولا عاطفة ولا يأمنوا بالعمل. هذا يأمن بالعمل وهو مش ضد بنزيما لا مش ضد لا العكس الكلام يتكلم عليه ولكن مدربين كما هذو يعني شوف لو ريزلتا وين راه يعني مراد لو سمح تفضل شوف حبيت انا ديشان بوزو لي اون كيستيون لا كيستيون قالوا له انت يا راك سيليكسيونور كيفاش اعطينا كيفاش تخير لاعبين قال لهم انا ما نخيرش اونيكمون لي ميور دي ميور قالوا انا نخير على حساب لاعب اللي يدخل في عقليتي اليوم مراد يعني في عقليته في طريقته في طريقته طريقته عنده عقليه عنده طريقته اليوم اللي نشوفوا ناخذوا ليكزومبل تاع المدرب المغربي كان عنده ان جوار بليسي وعلى بالنا لونغاسيون سي با فاسيل كيما يقول لك دو ريتابلي لونغاسيون في يومين مينيموم 10 ايام شوف باللي القرار اللي خداه دخل صياس العاطفه دخل صياس 15 دقيقه خرج وخلى اللاعب الفريق بدون مدافع صح محور هذا واسمه جيرو دوكا دي تيتولار ديشون رابيو و شوما نو ابي ميكانو المحور في زوج جيزيتي مالاد لا ديسيزيون واحد اخر يقول لك انايا راح نلعب اون دومي فينال هادو سي دي تيتولار ابارونتيير لا ديسيزيون اللي خدا قال ما نهضرش معاه خلاص عيط للميتسا قال له لي دو جوار ميتي لي دو كوتي مو جي 23 جوار جو في شوازير بارمي لي 23 كوناتي دار ان كرو ماتش الفوفانا دار ان كرو ماتش زيد مراد سايس شيخ ميم سايس يتحمل ايضا المسؤوليه سايس بصح تولي المدرب لا رضا سامحني شيخ انت تسخسيني انا نلعب عندك تقول لي تو بري نقول لك ايش لا
داكور اني بري بصح انا دي. انا نعرف لابليسيور ديالك انا ندير لك تيست قبل ما ندخلك لا انا نعرف لابليسيور ديالك لا تيست نديرو ولما ندير تيست انا معاك شيخ هو يتحمل المسؤوليه بصح ميم سايز مراد ما ايديتي با كوريكت داكور نزيد مراد في شونجمون في لو شونجمون دار شوف لو شونجمون اللي دار نهار كان المنتخب المغربي محمود كان ياتاكي سور الكوتي سور الكوتي تاع 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 مبابي مبابي اللي ما كانش يولي دافع دار ان شونجمون خرج جيرو عاد دخل مهاجم اللي فيزيكمون قادر باش يولي يدافع واغلق هذاك هذيك كيما نقولوا هذيك النافذه اللي كانت محلوله دونك حبيت نقول بلي شخصيه المدرب والكاريزما تاع المدرب ها وين وصل المنتخب الفرنسي هو أكيد. نقول لك برك يونس علاش تعرف السبب هو لوسكي في لو ماتش مراد شوف كيفاش يعيش لو ماتش بك كالم سيرين شفتوا كيفاش يعيش يعني مش كيما واحد متعصب يعني نعم. شاف لو ماتش يعني فريمون ومام لا كونفرنس امام لا كونفرنس شوف كيفاش يعني بصراحه يعني. كان هذا اذا الجزء الثاني ابقوا معنا بعد الفاصل نلتقي الجزء الثالث والأخير لحصتكم حياة المونديال نبدأ ندخل مباشرة مع ركن كواليس فيما يخص الكواليس زميلنا الإسلام كريمش اللي هو راه موجود كمصور في الدوحة خدع بعض الصور فيما يخص الجو السائد هناك أثناء إجراء المباراة انتبه هذه الصور هذا إذن الجو السائد هناك فيه إطار منظم محترم شوف العائلات زون فان هذه لا زون فان يسموها ف يعني يتابعوا بكل هدوء وكل مناصر يفرح بالفريق تاعو ولا يغضب على كل حال ولكن بدون عنف بدون شوف هنا هاي الفرحه بعد جات الفرحه فرحه تاع لي فرونسي المنتخب الفرنسي هذه المروكيه هذه اللي من هنا المهم الفوز كان للمنتخب الفرنسي وبالتالي الفرحة كانت للأنصار المنتخب الفرنسي درك المغربية وتناصر المنتخب الفرنسي المغربية لا نستمع هاهم لك باش نوريك باللي هما سي لي فرونسي لي فرونسي اللي كانوا يسوا درك نستمع لي صونور هذوما ها هي رضا Une victoire magnifique. On avait peur du Maroc, des joueurs incroyables, des joueurs qui n'abandonnent jamais. Mais bon, on a gagné et puis on est super heureux d'aller en finale. Je la... Oui, oui, on a des chances. On a des chances. On a des chances, mais ça va être un gros match et ça va être difficile pour la France. Mais on a des chances. C'est deux ans pour les finales. Félicitations pour le peuple marocain. Félicitations pour le peuple français. Et vive le foot et vive le sport. Et... Allez, les Bleus! Oui! Je suis pour les deux. Je suis pour les deux. Bah, la France maintenant. La France. إذن هذا الجو على كل حال شيء اللي يخلينا نكونوا نقولوا أنه دائما فيه تنظيم محكم وتنظيم جيد مراد هذا استمع لكليب واحد آخر سونور واحد آخر مع الأنصار نتاع المنتخب المغربي كنقول الحمد لله على كل حال وكانوا قد المستوى وحنا ما طلعناش الدم حنا فرحانين بزاف وكان الحمد لله ونشكر على كل حال الصراحه اليوم الدراري اللي قدموا عليهم كانت مقابله كبيره كانت بعض فرص ولكن سوء الحظ ضيعنا بعض فرص تبارك الله الدراري عملوا اليوم كثر من الجهد ولعبوا وتقاتلوا الماتش كرواتيا يعني مش اول ما يكون ثاني ماتش في البطوله حسكم المباراه الاولى ان شاء الله نفوز على كرواتيا ونقدم اسا ان شاء الله ونوز المره الثانيه كان في البطوله الحمد لله كان مفاجاه البطوله المغرب ادى بطوله في مستوى الحمد لله احنا مربعه الاولى في العالم وشكرا للاعبين شكرا للمدرب كنشكروا بزاف الركراكي واللاعبين كاملين كانوا في المستوى هذا هو المناصر يعني رغم الهزيمه ماهوش الهزيمه لانه يعني المنتخب المغربي ادى ما عليه
ولكن نشوف فرحه و... بزاف مراد ليبر لي ماروكا دوك كانوا وي سيبورتي وهاك وي سيبورتي وهاك لا بروف هذاك الممثل هذاك دبوز هذاك جمال هذاك مراد البس تريكو من مروك ومن فرنسا الله ما فهمنا هذه في القران مكتوبه ما خلقنا في 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 في, في جو فيه من قلبين تقدر سواء تحب هكذا سواء تحب هكذا هو لا هو قسم على ذلك يعني كيما هذيك لا سيبورتريس هذيك قالت لك دوكا دايره من مروك منا قالت لك دوكا ما تنوصي لا فرونس لاعب الفرنسي ديمبيلي الزوجه تاعو مغربيه يعني خدينا هذوك هذوك نساب ولا هكذا باش نهضر على سيبورتور كاين سيبورتور يتبدلوا عاد هذا منا هذا فيما يخص الفرحه بالنسبه للانصار سواء اللي فازوا اجواء 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 فرحه ولكن كاين اجواء اخرى اجواء اخرى اللي حزن نتأسفوا لها يعني من المفروض في مثل هذه التظاهرات الكبرى ما يوقعوش هذا الشيء نشوف نتابع الصورة هذه وفاة مناصر من أصول مغربية 14 في أعمال شاغب بفرنسا سنة 14 سنة شوف السيارة كيفاش دهسته شوف لماذا لأنه كان خدا العالم جبد العالم اللي كان اللي كان داخل السيارة اللي كان أحد اللي كان في السيارة كان رافده إنه حلو له العالم الآخر اصدم عليه بالسياره شوف قتلوا سير لوكو يعني مات سير لوكو اه هاك تشوف للاسف ورد اكثر من صارت اعتقالات البارح في 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 فرنسا وحتى في بلجيكا اكثر من 400 واحد مراد تم الاعتقال تاعهم السلطه الفرنسيه مع السلطه البلجيكيه اعتقلوا اكثر من 400 واحد فيما يخص هذه الامور وسمعنا بمراد في لايف في جابيوها تاع وفاة هذا المناصر اللي قلت لي انت طفل تاع 14 دحست طوموبيل مراد توصل الى امور كيما هذه تسمى ما عرفوش كيفاش يفرحوا ما عرفوش كيفاش كيما نقولوا احنا في الفرحه صرات امور يندى لها الجابين وحتى في كيما نقولوا احنا في هذا نورمالمون البارح فرحه مراد توصل توصل للدمي فينال لا كوب دي مون ممكن تحت المرتبه الثالثه يعني تطلع البوديوم راح تطلع ممكن للبوديوم المرتبة الثالثة هذه كلها تدخل في الثقافة والتربية ما حاجة واحدة أخرى ما نقدروش نزيدوا محمود قول لي واش نزيد ما عندي ما نزيد والله اللي عايشين هذا إلا المغتربين يعني كسوا الجزائريين المغاربة توانسة يعني وأنا نقول هذا تشنج يجي من الخطاب السياسي يا مراد يعني بصراحة نقول لك فريشري أيوة فريشري يعني والتحضير الذهني مثلا انت اليوم كاس العالم قلت لك يعني سي اون اوكازيون باش الناس تلاقى كل واحد يقدم ثقافته يقدم يعني يتلاقاو الناس ومحضرين باش يروحوا للافات كما قال المركراكي قال لهم الى انفيتي لي ماروكان باش فرنسا لافات ما قال لهمش اون فاغاني دونك لازم الديسكور كما تاع المدرب المغربي لازم ينتشر بصراحه يعني في فرنسا يعني وخاصة في فرنسا وين بلجيكا لازم السلطات يعني الجزائرية اللي هناك ولا المغربية ولا لازم قبل المباراة يعني يجمعوهم يبعثوا لهم رسائل يعني مش عارف انا باسكو سي ليماج تاع البلاد كي اونجاجي قدر الله ما شاء فعل تفضل يونس الاجل تاع ميم ريزونمون هذه هي هما عايشين لهي في بلد ما غير ما غير بلدهم, بلدهم. واليوم يلعبوا مع كما نقولوا البلد اللي راهم عايشين فيها يمشيوا بالحقوق تاع البلد هذا نعم. واليوم وصلوا للدمي فينال انا نظن بليو ما كانش دونك كانوا قادرين يديروا العرس يديروا باسكو اليوم لا ميور ايكيب عرب اي دافريك دونك اليوم نحاول عقده هذيك العقده parmi les quatre العالم نحاول عقده العقده تاعنا تاع لي افريكان تاع لي 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 عرب اون جينيرال كانت عندنا عقده مراد مهم صح. مشاركه نوصلوا المهم المشاركه اليوم انا نظن كاين طموحات كل الفرق راهي طموحه سواء البلدان الافريقيه ولا العربيه يتاهل كاس العالم يقول لك ولي مالا يولي يشوف في المغرب في المغرب اللي وصل للنصف النهائي يقول لك انا ندير كل ما في وسعي عندي لاعبين عندي باش نكون في المستوى هذه هي افتح باب الطموح سامحني يا رضا هاد لي زاكت هادو يعني ماشي بارابور ريزولتا باسكو رابح يحرق وخاسر يحرق ماهوش بارا لا مش ماشي بارابور ريزولتا ثقافه شوف شوف صور اللي خلينا التربيه خلينا نخرج من هذه الصوره هذه الاليمه هذه نشوف صور اخرى في لي شانزليزي انتم تعرفوا البولفار تاع لي شانزليزي شوف الفرحه نتاع الفرنسيين
بعد نهاية المباراة فرحة كبيرة وحفل يعني. نشوف هذه الصور. تفضل حسين. نعم فرحة مراد الوصول لنهائي كأس العالم وزيد المرة الثانية على التوالي، وعندهم أمل يعني باللي ممكن يفوزوا بالتاج هذا. يعني فرنسا قبل 98 يعني ما كانتش تحقق يعني نتائج في هذا المستوى، ولكن اليوم هذا الناس خدموا واجتهدوا وكونوا أجيال، واليوم راهم يجنيوا يعني ثمرة تاع واش داروا. وزيد اليوم مراد تشوف هذا يعني المنتخب الفرنسي إذا كان راح يفوز يعني بكأس العالم يعني من 98 ل 2022 ثلاث ألقاب، حاجة كبيرة بزاف يعني في تاريخ منتخب. احنا نتمنوا يعني النهائي هذا يكون قمة في الروح الرياضية وتواصل الأمور كما رانا نشوفوا فيها يعني. مراد نعم بالنسبة لي مراد دوك كان يهضر حسين بديت نضحك. الوطنية في أنك أنت تمد أحسن صورة للبلد تاعك، الوطنية مراد أنك أنت تخدم بإتقان للبلاد تاعك. الوطنية ماشي هكذا قال انا نحب البلاد وكذا وندير وندير وكذا والاعلام زعما كل يوم الاعلام وكذا وحنا وي بارتو لي زالجيريان بارتو اي بارتو اي نفرحوا اي بصح بارتو باش بالتربيه والاخلاق. دوك شفت الاحتفالات هذه جاتني صوره تاع الاحتفالات تاع الاعلام الياباني كيما تاهل المنتخب تاعو خش كيما الطريقه كيفاش تاهل دوك طريقه هيتشكوكيه. كانوا شفتوا سنتر دو بريس كات جورناليست منهم مراه سي دي جابوني يشوفوا في الماتش غير خلاص الماتش وفي الاخر يقول لك شوف الفرحه تاع الياباني غير خلاص الماتش صفقوا رفدوك هذوك حوايجهم لوازم تاعهم لابتوب وكذا وراحوا نورمال. حنا مراد انا على روحي يا سيدي انا رضا في رضا معاهم. شفنا حضرنا الكؤوس افريقيا يا ودي واحد يتمرغ في الارض وبعد يقول هذا صحفينا جزء انا منهم ما نكذب على روحي انا منهم في المنصه الشرفيه خلينا نهضر لا لا ما تهضرليش راه في المونديال هضر لي على هادو فاش تدوي على علاش تهضر على روحك ولا هضر لي على هادو ما نهضرش على روحي نهار تكون حاسس نهضر على هادو اليوم نهضر على هادو راني نمد اكزومبل ما تمدش اكزومبل بها هذيك نهضر على هادو نهضر على هادو لا احتفالات احتفالات يعني اللي يلزمنا ناخذوا بها يعني نشوفوا طبعا هذه اللي يتعلموا منها هذه احتفالات يعني بهدوء برزانة في المستوى كان يعني تنظيم منافسة يعني مش المشاهد برك. واليوم اليوم يعني قبل شهر قبل انطلاق كأس العالم قلت لك السلطات في هناك لازم شهر هما يدرسوا فيهم على كأس العالم يحضروا فيهم يعني الشيء اللي صرا هو هذا هماج يعني بصراحة هماج. حتى شوف مراد نخرج لك شوي حتى الاعراس الاعراس نتاع العرب في فرنسا يختلفوا تماما شوف صراحه يعني يعني يخرجوا من التواقي يحبسوا في الطريق يشطحوا في الطريق يعني مش نقول لك مش بصراحه يعني. والهمج تاع الكره القدم هايدي كيفاش يعني ونساو ان هذوك يعني حب الوطن ستي ريسبونسابيليتي يعني مش تقول لا وحب الوطن يا صاحبي صوره كما قلت صوره تاع بلاد يعني وكي دير سيمبول كي دير سيمبول الاعلام تاع بلدك اللي تحبو في البلد هذا بالك تغلط اذا حبيت تغلق نحي المعلم هذاك وروح. اما اليوم انت بالعلم تاع المغرب تحرق البلد اللي راك عايش فيها تداوي فيها تقرا فيها تاكل فيها يعني انا نقول يعني وأسف نتأسف لماذا كنا ننتظر لأنه كما نزيد نأكد التنظيم جيد والإمكانيات كلها متوفرة والدورة يعني جازت في ظروف حسنة مانيش عارف يعني في آخر يعني المطاف تشوف يعني رانا في الدور النصف النهائي هذه بدأت غير في الدور النصف النهائي برك شادو ما شربش ماشي في قطر لا ما شربش في قطر ماشي في قطر هذه مهما يكون شراو في قطر ولا نقول هذه صور في قطر ولكن لو كان قطر ما راهيش تحتضن هذه الدورة ما صراش في فرنسا ولا في بريكسل ولا تسرى مراد المهم تسرى حبيت نقول لك بلي علاه سبيسيالمون حنا على سبيسيالمون لي ماروكان ولا لي زالجيريان اللي عايشين في فرنسا على ولا في بلجيك ولا الكرواتي خرج في الربع النهائي
ما شفنا حتى ديباسمون. وعندهم كوميونيتي في فرنسا، عندهم مام لي بورتوغي تري بيان. ثاني وقتاش خرجوا؟ خرجوا في الكارت دو فينال، ولي بورتوغي كوميونيتي كبيره ثاني في فرنسا. فرنسا. وعليها سبيسيالمون كيما حنا جوستومون بدهم كي ريبريزونت لو بيي ديالو، يفو كي ريبريزونت لو بيي دينيومون. هذا واش حنا متمنيين. بارك الله فيك. هذه اللي نتمناوها. نعم. والكره كاين واحد فايز وواحد منهزم. دونك هيا نعاود نرجع لجو الكره وبعض التصريحات وبعض امور في الكواليس. اخيرا اقاله سانتوس الناخب البرتغالي. نعم. نعم مراد المنتظر ولا منتظر او لك المدرب البارح حضرنا عليها مراد وقلنا باللي مدينا له فورماسيون باللي الاتحاد البرتغالي أقال المدرب سانتوس. لا ترسمت اليوم الناخب الوطني عنده فكره والمسؤولين تاع الكره في البلد عندهم نظره اخرى. هما يعني شافوا بان فشل يعني مثلا باش يمشي النصف النهائي، شافوا باللي الحل هو الإقالة. ربما كانوا يفكروا فيها من قبل، ربما في آخر لحظة أخذوا القرار. لا لا ربما ماشي غير في هذه، هو استان كونترا دوبجيكتيف. فشل في الدوري ابري 2016 كي داو لورو، من بعد فشل على طول الخط. طبعا طبعا فشل طبعاً. في الدوري تاع امم اوروبا 2021، وزيد هذا كأس العالم خرج بطريقة مع من خرج مورا خرج مع مع المغرب المفاجأة. نقول لك يعني كاين زيد رونالدو داخل فيها، هو قرر باش يواصل ربما، ولكن المسؤولين كان لهم رأي آخر. إقالة المدرب وأقالوه شيء طبيعي، هذه شيء عادي. أنا شوف إقالة كما هذه ما عندهاش يعني خاصة في منافسة من هذا النوع. ولا كلنا ننتظروا يعني في إقالته، خاصة المشكل مع رونالدو يعني. ولكن نقول أنا ميزابار لو ريزولتا اللي داروه مع لا سويس، ما كانوش يعني فريق سوليد اللي عطانا رسائل باش يروح بعيد بصراحه. حتى قبل كانوا يعانيوا يعني مع الغانا يعني شفت يعني طبعا. وانا قلت لك مراد، قلت لك كاين كوميسيون تكنيك اللي هي اللي تقرر. انا نقول عطاو لينا الكوب دي موند اللي فات، ما كانش ولا قبل ما كانش يعني، ولكن يقول كانوا يعني مشي، ولكن كاس العالم هذا يعني سون باسي ا كوتي. يونس، وما هضرنا الخطره اللي فاتت مراد، وقلنا بلي حتى الجماهير البرتغاليه اللي عايشه تما رفضت باش يعاودوا له العقد. يعاودوا العقد وهو خاصه المشكل بينه وبين رونالدو. ورضا انت قلت لي بلي رونالدو ما صرحش، رونالدو صرح قال انا مدرب واحد اخر، لما يجي مدرب واحد اخر راني جاهز نجيب الاضافه للمنتخب البرتغالي، خاصة في لورو 2023 عام ونص. باش انا ما نقدرش نقول لك بصح انا بالوقت تشوف شي لما يجي انا شوف انت شفته خلاص. انا حبيت نقول برك حاجه، رونالدو راه يشوف روحه، يشوف روحه بلي قادر، يشوف روحه بلي المدرب حقرو، يشوف روحه باللي كان قادر يجيب الاضافه في المباراه المغرب. اني معاك شي انت. واليوم راه يتكلم ويقول باللي انا جاهز. شيخ انا نعطيك انا عفسه في التكنيك، انا والله ما ندخل روحي معليش، بصح في الديكلاراسيون اليوم ديكلاراسيون يونس افتيسان صراحه، ولا محمود قندوز صراحة لحد الان رونالدو على حساب انا اللي نعرف ما صرحش. يدي كيما نقولوا هناك كواترو، هذا البرنامج الشهير هذاك الاسباني، على لساني رونالدو، على لساني بصح هو ان با اونكور ديكلاري. يفا لا ديكلاري حبيبي، يفا لا ديكلاري مذهبي اللي معاك ما لا يفا لا ديكلاري. نمر لي بعد لو ديبار تاع المدرب. نمر لي ركن اخر وهو مباراه القمه، ولو مازال على كل حال، ولكن نبداو يعني بروغريسيفمون في جينجل مباراه القمه. علاش نتكلم على مباراة القمة؟ لأنه أولا ما بقالهاش يعني في اليوم الأحد، أنت تعرف مباراة القمة واللقاء النهائي، فيتحضر أكيد يتحضر بدنيا معنويا مطالما يعني من كل جوانبه، في تحضيرات اللي ربما
ما عرفناهاش حنايا، ما لحقناش النهائي والفريق تاعنا ما عرفهاش، ولكن نعرفوا على الاقل واش يدور فيما يخص هذه المباراة. ميسي نشوف الصور هذو، ميسي يعني ماهوش في التحضير هذه ماهيش تاع البارح، ولكن صورة ماهيش تاع البارح، ولكن يقولوا ماشي يقولوا رسمي ميسي كان غايب في التدريب. هل الغياب هذا ممكن؟ مانيش عارف، انتوما كتقنيين تخبرونا، هل يقدر ياخذ مثلا نهار راحه قبل النهائي؟ مانيش عارف انتوما يعني. تفضل يونس. مراد لا سيونس اللي داروها اليوم سيونس دو ريكوبيراسيون، وكانت واحد القناه جنبيه ورات لا سيونس دونترينمون ديالهم لا رياليتي با اونيكمون ميسي. كل اللاعبين اللي لعبوا المباراه الاساسيين ما شاركوش في التدريب. صح، ما شاركوش خلاص. شاركوا اون سيونس في دون اون سال بوليفالونت وين ما حضروني ني صحافه ني والو، ولكن المجموعه اللي ما لعبتش داروا اون سيونس سبيسيفيك ليهم، ميم في لا سيونس توشاو شويه لو فيزيك ديالهم. فوالا تري بيان. محمود ميسي اذا كان يعني ما كان حتى حاجه يعني حتى خبر يعني شيء ما يتغير، وخاصه يعني منتخب فرنسي مش اليوم اللي وصل النهائي، يعني في 2018 كان بطل، ولكن اليوم نقول الاهداف تاع المنتخب الفرنسي تحقق وصول لا فينال. يعني حتى على ميسي، انا نهضر على ميسي محمد. لا لا ميسي دوك نحكي لك على ميسي. ميسي دوك عنده لانفلونس، الي انفلونس سور تيران دوك تكنيكمون كاع نعرفوه خلاص ما نبقاوش نهضروا، بصح هما يحبوا كيفاش يخفوا الانفلونس ديالو. يعني أيوة. سمعت انا دي جون قال لك، قالوا على ميسي قال لهم اون با شونجي ميسي، يقدر في موشوار دو بوش يدري بيه ربعه، بصح كيفاش نخفوا الانفلونس اللي انفلون في التيران. يعني شوف دوك انا نقول باللي المشكل اليوم في التفكير تاع المنتخب الفرنسي هو كيفاش يخف الانفلونس تاع ميسي. رضا رضا قال لك عجبتني اليوم في المداخلات تاعك، رضا يدرك كان يشكر فيك. لا وانا يدرك نزيد نشكرك، وكانه نشكرك ونقول لك غدوه الحصه تاع غدوه انت تجي تقدمها. انت تجي لهنايا وانا نجي تما. علاش لماذا؟ لانه راك قلت باللي فيه تصريح نتاع ديشون وراك يسمع راح تقدمه درك، راح نشوفوا هذا التصريح هذا بصح قبل ما نشوفوه هو دوك الخطه ديالو، الخطه ديالو راح يخفف الانفلونس ديالي هذه اللي وي بيان سور. وانت يا راك سبقت الاخر التصريح تاع ديشون على ميسي، درك نستمع اليه ولكن نزيد نستمع لحسين. ميسي احنا نعرفوا باللي في هذه الدوره المدرب الارجنتيني وظف 22 لاعب، يعني كلهم لعبوا في المقابلات باستثناء ميسي والحارس وكاين لاعب اخر، نظن ثلاثه هذو اللي لعبوا كل المقابلات. ما تشوفش يعني باللي ربما التعب هو اللي خلاه يعني يعطي له راحه في التدريبات. ميسي ميسي في الماتش الاخر مع كرواتيا خمس خطرات والكاميرا يشوفوا يدير يدو في ليسكيو ديالو كذا. البارح مساعد طبيب مساعد طبيب المنتخب الارجنتيني سخساوه على هذا الشيء، قال لهم ميسي راح نعطوا له راحه ومن بعد يفا ريكوبيري وسيكون جاهزا 100%. هذا ندي يعطيك ديكلاراسيون. نستمع التصريح نتاع ديشا. Je suis sûr, c'est qu'il y a un des deux maillots qui aura une troisième étoile, puisque aussi ils en ont deux. Donc voilà, c'est une finale face à une très belle équipe. Hier, elle a vraiment maîtrisé son sujet face à la Croatie, qui était peut-être un peu fatiguée, mais évidemment, ils ont un super joueur, c'est Léo Messi. Et puis c'est une équipe qui est agressive, qui est intelligente, qui peut être par moments un peu provocatrice. Voilà, c'est les Sud-Américains, donc je les ai déjà vus. Je vais m'appuyer, comme je le fais depuis le début de la compétition, sur mes observateurs de la DTN qui sont de très très grande qualité pour avoir le moindre détail. Et puis le لاحظنا كل المداخلات نتاع المدربين وكذا يتكلموا على ميسي لما يجيو باختصار شديد
30 ثانيه كل واحد باش نختم الحصه. تفضل يونس. مراد المنتخب الارجنتيني اليوم كل اللاعبين كما نقولوا يعني متوجه لميسي. متوجه لميسي بصح عندهم لاعبين عندهم مستوى. نهضروا على الدفاع اربعه المدافعين هذوك الخبره وتجربه كلهم يخدموا لميسي. عندهم وسط ميدان ثاني فرنانديز باريديز كيف كيف وسط ميدان وخاصه لا 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 ريفوليسيون بلوتو لا 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 تاكون دو بوينت الفاريز اللي اليوم شفناه حتى اليوم الصحافه الاجنبيه راه يتكلم على اللاعب هذا اللي راه في كما نقولوا في المستوى تدريجيا ننظم المستوى. حسين دقيقه مازال تكملها. انا شوف ديدي ديشان يعني العمل او التصريحات فاز باللقب او لم يفز انا نقول بانه يبقى احسن مدرب في العالم. هذا واش نقدر نقول هذا لا ديكلاراسيون اليوم. شوف واش قال لهم انا راح نشوف المنتخب الارجنتيني وانا لا ديتيان تاعي هي اللي راح تدير سكوتي واثق فيها كثيرا والعمل يقدر. اين نحن من هذه الامور؟ احنا العمل كيفاش؟ احنا ما عندنا حتى واحد تكنيسيان الجيريا راح للقطر باش يشوف ليه ماتش. محمود مراد يعني بصراحه يعني ما نقدروش نامنوا المدرب يعني ما يقدرش يخرج السر تاعو يعني الاشياء اللي يقولهم يعني تقدر تكون صحيحه. ولكن المنتخب الارجنتيني هو عارف يعني شوف الشيء اللي تقولوا عندهم هما لا سفيداس عندهم لا تكنيك عندهم لا ميتريس تكنيك عندهم كل شيء بصراحه يعني شفت اقوى فريق ارجنتيني اليوم. ممتاز. إذا كانت هذه حصتكم اليوم حصة حياة المونديال رغم أنه ما كانش فيه مباراة ولكن بقيتوا معنا وبقينا معكم من خلال يعني الأركان اللي نقدموها لكم. ما تنسوش يوم غد كذلك ما فيش مباراة ولكن راح نحضروا بالتحاليل والنقاشات المباراة الترتيبية اللي راح تكون بعد غد وكذلك أكيد المباراة النهائية يوم الأحد. شكرا لكم وإلى اللقاء.